اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني يا الله يا كريم. والنهاردة فيديو جديد هنفرجكم الايه البط اللي انا اشتريته جديد. قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا يا ستات لايك للبط البغيل الفرنساوي الجميل ده. ما عنديش بط كتير يعني، لسه البطة ولا رجدت لسه بتبيض يعني. عاوزة بط الايه للشتاء، البط بيبقى في الشتاء جميل احلى من الصيف. فما عنديش لسه البطة ما بضتش ولا رجدت ولا غيره. رحت رايحة شارية البصوا التلات جواز دمت بط فرنساوي، في ناس بتقول عليه فرنساوي، في بتقول عليه بغيلو. اشتريت تلات جواز، الجوز بسبعين جنيه، انا زهلت، كان بخمسين جنيه غلى بقى بسبعين جنيه. بس انا كنت منجيبه كان بيبقى كبير شوية، اكبر من كده، كان اكبر من كده كمان، لما بنجيبه بخمسين جنيه كان اكبر من كده. اشتريت تلات جواز بميتين جنيه وعشرة، بميتين جنيه وعشرة يعني الجوز بسبعين جنيه. على اساس لما بيكبر بياكل كتير، البط الاسكوفي، البط الاسكوفي ما بياكلش كتير يعني، يقعد يجي شهر ياكل اكل بسيط كده، لكن دهوت هيقعد اسبوعين حتى له علف اهو، بس ما بياكلش كتير برضه يعني. حبه صغننين ان هو مخمراهم بميه على اساس ما يوجعهمش في زورهم البادي الناشف، نحط عليه ميه. انا بنحب الطيور الصغيره نحط لها البادي عليه ميه. البط الاسكوفي بياكل جلي، واول ما يكمل شهر كده هو يبدا ياكل كتير، نحط له بقى اكل البيت على عيش على علف على، لكن دهومت هنقعد ناكلهم اسبوع ولا كده ولا اسبوعين علف صافي، وبعد كده هوت ندخل لهم بقى العيش واكل البط وكده، وجبت واكل البيت وكده هوت بواجي اكل البيت وكده. ما جبتش كتير ليه؟ ثلاث جوازه هوت لانهم بياكلوا كتير، بعد شهر كده هوت بياكل فظيع، بياكل كتير وبيعدي بعضه يعني، متعب هو بأي نعم بيكبر وكده هوت ومتعب. بس البط الاسكوفي اطعم في الاكل. البط عندي اسلالة بط اسكوفي جميلة، اطعم في الاكل يعني، طعمته اطعم من ده، بس ده بيشيل اكتر يعني، بيبقى تقيل اكتر وكبير اكتر، بس متعب برضو في تربيته، ان هو بياكل كتير وبيعدي بعضه يعني. اول ما يجي يكمل ريشه كده هوت، اول ما يجي الريش الحلال ينبت كده يقعد يعدي بعضه، وتبقى مشكلة ونقعد يعني. هو لما يكمل اسبوعين هنقص الزلومة بتاعت حنفه دهيت، الزلومة الميدالية دي، كمان اسبوعين كده لما يكبر شوية كده هوت، قبل ما يفكر يعدي. واول ما يغير ريشه بقى بيقعد يعدي بعضه بهدله، نحط رماد يشر الدم كده اهوت من كتر ما بيعدي بعضه. فانا ما جبتش كتير، وبياكل كتير يعني، لو جبت كتير مش هيشبع ومش هيبقى كويس، فقلت التلاته دول كويسين في الشتاء وخلاص. هو بيتاكل بعد تلات اشهر بالظبط، تلات اشهر هيكون الشتاء جه، هيكون تسعه عشره حداشر اتناشر، حلو هيبقى في اول الشتاء. فاضل اسبوعين في شهر تمانية اهو، شهر تسعة شهر تسعة وعشرة وحداشر، تلات اشهر ويتاكل في اول اتناشر ان شاء الله. ان شاء الله لو ربنا طول في عمرهم ان شاء الله ان شاء الله. والحاجة في البيت كويسة يعني، احلى ما بنشتروها مئة مرة يعني. لما نلاقوا اكل فراخ بط حمام في البيت يعني احلى ما بنشتره بكتير بكتير. طبعا واحنا ما بناكلوش الفراخ البيضة، انا مدلعاهم بناكلهم فراخ هندي. مشوا كده يا حلوي، مشوا كده يا حلوي اهو، تلات جواز اهو بيكحوا. عندي دواء برد، لما نحط لهم دواء برد ما يهمش، جايين من المزرعة من الدفا، حطيتهم هنا في التروة على بحري كده، وهنا عليهم بيكحوا.
بس ما هي مش عندي ده برده، هنحط لهم يصبحوا خفين دلوقتي، هندرب لهم. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم في فيديو جديد.